الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، ويمكن أهم أزمة هي الأزمة الأمنية. كثير من المواضيع عندنا اليوم إن شاء الله أنا ورأفت نوصلها للجهات المعنية، وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بحل ولو جزء بسيط من هذه المشاكل الكثيرة المعقدة اللي يومية تزداد، لكن مع التعاون إن شاء الله إحنا نقدر يعني نوصلها بشكل صحيح، وبالتالي أتمنى من الجهة المعنية هي تقوم بالحل حتى لا تتعقد الأمور. لا ننسى أن كورونا لا زالت ومستمرة، فالتوعية مهمة واتباع الإرشادات الوقائية أحسن من العلاج، لأنه كثير من المعاناة جاي تجي ما بعد كورونا، ما بعد الشفاء. أكيد راح نحاول نحكي بالموضوع، لأن رأفت دائما يكون محمل بالأخبار الخاصة بكورونا. مرحبا رأفت. مرحبا أجل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. أكيد راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن خلونا بالبداية نوحد الدعاء من أجل المرضى والجرح الراقدين داخل المستشفيات العراقية، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهداء العراق الأبرار الذين سقطوا نتيجة ما يحدث من أوضاع مأساوية في هذه الأراضي اللي أصبحت منكوبة بسبب الإهمال المتعمد من قبل ساسة هذا البلد. عندنا أبناء الجيش الأبيض الباسل اللي أيضا معاناتهم كبيرة جدا، وأنا ما ممكن أن ننساهم في أي لحظة، لأنه اللي قدموا لهذا البلد ما حكومة بأكملها ما قدرت تقدمه، لكن هم قدموا أرواحهم فداء من أجل إنقاذ أرواح المواطنين العراقيين في كل المحافظات العراقية. كلمة شكر قليلة بحقهم، تحية حب واحترام لهم، وإن شاء الله يا رب الأيام القادمة نشوفهم بعزيمة أكبر، بإصرار أكبر، من أجل إنقاذ أرواح كل مواطن عراقي يدخل هذه المستشفيات العراقية. هذه المواضيع كلها هي سببها الأزمة الاقتصادية الحادة، واللي لحد هذه اللحظة ما عندنا أي واحد عقلي تشتغل ممكن يخلصنا من هذا الوضع المأساوي اللي احنا عايشين به. كل المواضيع اللي نطرحها في برنامج المدينة هي يرجع سببها الأول والأخير للأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية الحادة، اللي أرجع وأقول حادة لأنه فعلا حادة، وإحنا نعيش بأيام مأساوية كبيرة جدا. نروح فاصل وبعدها نرجع لكم مباشرة. لا ننسى نقول الأزمة المالية المفتعلة، لأنه والله البلد يعني بلد يصدر يوميا نفط، عنده اقتصاد، بس احنا يعني عشان نسوي بعد هذا حق مو بس النفط، يعني اكو موضوع طبعاً مهم جدا اللي هو استخراج المعادن من الأراضي العراقية. صح. انه اكو احد الأحجار اللي بالوقت الحالي وصار لسنة او سنتين تتم التجارة بها عن طريق مجاميع ما نعرف المن تابعين، واللي هم مو مجهولين لكن احنا ما نعرف المن تابعين. الموضوع هو دا يستخرجوه من أقضية الموصل وكركوك وبعض المحافظات، فبالتالي انه هذا الحجر سعر الطن الواحد مالته يعادل سعر 1000 برميل نفط يوميا، سعر الطن. وانتم متخيلوا كم طن دا نستخرج يوميا ويباع من غير علم الدولة، ويروح من العراق إلى سوريا ومن ثم يروح إلى بلدان أخرى مجاورة، والله أعلم. يعني لو نعتمد بس على هذا الموضوع يمكن أنه إحنا نعيش برفاهية على مدى الحياة، لكن للأسف أنه القائمين على هذه الحكومة هم من يفتعلون كل هذه القضايا، وهم من يردون إسقاط العراق بأي شكل من الأشكال. لأنه إحنا هسه إذا تجي تنظر تقول خلي أعدوا أحصي شنو اللي الحكومة قدمته للمواطن العراقي. كهرباء ماكو، نفط ماكو، مي ماكو، معيشة ماكو، مفردات بطاقة تومينية ماكو، بنى تحتية ماكو، شوارع مبلطة ماكو، تعيينات ماكو، مدارس ماكو، صحة ماكو، كل شيء ماكو، ما متوفر شيء عندنا. ولهذا أنه إحنا دائما ما نقول علينا أنه شوي نزيد من الوعي اللي موجود عندنا حتى ننقذ نفسنا وننقذ أهاليتنا وننقذ العراق من هذا الوضع المأساوي، لأنه إذا راح يبقون ما راح أنه نقدر ننقذ أي جزء من أجزاء العراق كاملة، لأنه إحنا فعلا مدمرين بشكل كامل من قبل هذه الثلة اللي مسيطرة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. تذكر بالتليجرام
ورقم التليجرام اللي دائما ما يظهر اسفل الشاشه، نتمنى ان تتواصلون يعني عن طريق هذا الرقم وتبعثوا لنا تفاصيل والمعاناه كامله. يعني اللي عنده مشكله تخص منطقته وتخص البنى التحتيه يا ريت انه يذكر العنوان بالكامل والصور، واذا كان مقطع فيديو يقدر يشرح به الحاله بدون ما يظهر نفسه يكون افضل، حتى يتم ايصاله للجهات المعنيه باسرع وقت ممكن. واحنا في برنامجنا هدفنا الوحيد انه نسلط الاضواء على كثير من المعاناه وكثير من الاخطاء اللي ارتكبت بحق المواطن من قبل الجهات المعنيه ونصححها، لانه احنا نريد نصحح ونريد نرجع الوضع لمساره الطبيعي. مو هدفنا لا فلان ولا علان، ولا نريد نسقط فلان ولا نريد ناذي فلان ونحكي عليه من خلال هذا البرنامج. البرنامج ينقل معاناه الناس، وبقيه التفاصيل نتمنى من الجهات المعنيه اللي هي تتخذ اجراءات حقيقيه حتى تخلص المواطن من كل هذه المعاناه. شكرا رأفت، اليوم ذكرت بتليجرام ذكر حتى المخرج يرتاح لانه ما تدرون احنا لحد نهايه ذكروا بالتليجرام حتى الناس تتواصل من خلاله، واذا ما نذكر في اليوم ما اقول لكم يزعل علينا. الحمد لله رأفت اليوم ذكر، احنا يعني تشوفونا على طول الحلقه نحاول انه من نتذكر نذكركم به، لانه الناس هواي تسال انه شلون نتواصل وياكم، مقطع فيديو دائما نقول و صور او الكتب الرسميه الخاصه بالموضوع. طيب نبدي احنا اول موضوعنا من الموصل. الموضوع يعني دائما احنا نعيد، دائما نكرر، دائما نحكي، اكو مشكله كبيره بالدوائر الحكوميه. اكو زخم كبير قاعد يصير في اغلب المحافظات العراقيه، اذا مو كل المحافظات العراقيه، اكو مشكله كبيره في الدوائر الحكوميه، الروتين الممل. الواحد من يروح للدائره الحكوميه يكره نفسه. يكره البلد، يعني وصلنا هاي المرحله للاسف. يعني من يروح يقول ليش انا اجيت بالعراق؟ ليش الشكل صار بي؟ كل العالم حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي او على الالكتروني، او هو بقاعد ببيته وهو ممدد بفراشه يكتب كذا كذا تخلص معاملته. ممكن اذا محتاجين انه هو يحضر يروح لعشر دقائق يكمل اموره والدائره تفتح ابوابها وترحب به بكل ادب واحترام. إلا بالعراق إحنا عندنا إنه المواطن ينذل بمعنى الكلمة، يا أما يروح يلقى الدائرة هي خربة متعبة، موظف ما له خلق تعبان نتيجة الهموم والمشاكل اللي يمر بيها. طبعا ما يدخل، نادرا ما يكون الباب مفتوح، دائما هي الشبابيك الذلة هي المفتوحة وتهين المواطن ويطلع. المودة الجديدة الصايرة يمكن هي الموصل أكثر شيء صاير بيها، نتيجة تراكم المعاملات، نتيجة الزخم الكبير اللي حصل بديش الفترة، نتيجة ضياع الكثير من الأوليات، فهي يمكن من أكثر المحافظات اللي تعاني من هذا الموضوع. اليوم أحد المواطنين رصد لنا دائرة الجنسية، طبعا دائرة الجنسية المفروض يكون للجانب الأيمن الواحد والجانب الأيسر الواحد نتيجة الزخم الكبير، لكن هم مختصرين الموضوع وقاعدين في بناية واحدة، فالجانب الأيسر يداوم الصبح والجانب الأيمن يداوم مسائي اللي هو من 3 لـ 9. أنتوا تعرفون الأيسر ماشي تمام، يعني يقول لك اللي يروح للأيسر يلقى حتى المدير هو يطلع يشوف الوضع، هو يمشي المعاملات، ما يقبل بالزخم ومرتب الأمور. لكن الجانب الأيمن ما بعد من 3 لحد 9 هناك المواطن يشعر أنه هو مو عراقي، أو رايح أنه واحد يريد يأذيه، يريد يدمره، بحيث يقول أنا ما يمكن ممكن ما أكمل المعاملة. الناس صار لهم أشهر يركضون على معاملة اللي هي واحدة من المعاملات، تعرفون من أحد يتوفى عنده شخص لازم هو يروح يسوي معاملة الوفاة حتى إذا كان عنده راتب ينقطع. طبعا هذا المفروض أنه الحكومة هي تمشيها، فلان هذا طالما هو ينتمي للحكومة، فلان يصير من الكتاب من الدائرة، فلان توفى وتروح تكمل المعاملة وهم قاعدين البيت، فما هو عندهم مصاب؟ في حين اكو ناس يظلون اشهر هم يركضون على المعامله كتابنا وكتابكم. من ضمن الاشياء اللي جاي يطلبوها هي كتب، مثلا من يروحوا على مود شهاده الوفاه يقولوا له انت روح دور، احنا راح نشوف مجموعه من الصور، مو هو يطلع يقول لهم اسم الفلاني ويروحون يدوروا له، لا، امامك انت هذه الاوراق المشموره على الارض وتجي انت تدور بين هاي المئات اذا ما اقول الاف، اذا ما اقول عشرات الالاف من الاوراق، تجي تبسط انت وتقعد تدور على الورقه الخاصه بك، شهاده الوفاه او شهاده، طبعا احنا راح نحكي هسه على بيان الولاده، انت تقعد تدور ما لقيتها اليوم تعال باكر، فما تاخذني اياك للبيت، تعال باكر هم ايضا بسط واقعد تدور على المعامله. طبعا تخيلوا كم واحد يقعد يبسط حتى يدور على المعاملات، في حين المفروض انه هاي كلها مؤرشفه
بالحاسبات، واحد يكتب بالحاسبه يكتب الاسم يطلع فلان الفايل رقمه فلاني واسحب الورقه. مو الناس تقعد تدور، طيب انتم من شابرين على الارض، احنا نعرف ممكن يتعرض اي دائره تعرض الى الحرق، فيضان صار عندنا واحنا تدرون البنك اكل ما ادري كم مليار، ممكن اي شيء يصير، الاوليات ممكن ضايعه، واحد عنده مثلا شهاده وفاه قبل كم سنه وما موجوده. زين على اي اساس يتاخر، او على اي اساس المواطن هو يقعد يدور؟ على اي اساس يعني؟ يعني شنو من وين اكو بالعالم يقعد المواطن هو يدور عن الورقه اللي هو رايدها؟ زين بعدين هو من يحصل الورقه بعد ما ادري كم اسبوع اذا حصلها، يعني هذا ذا بلقاها بنفس اليوم فهذا ذو حظ سعيد، يقولوا له لازم تجيب بيان الولاده. اكو ناس مواليدهم ثلاثينات، يعني 1930ات، 1900 اليوم واحد مواليده وجايبينه بالقوه لازم يشوفوه، لازم يروح يدور على بيان الولاده. هذا وين يلقى بيان الولاده؟ اصلا يمكن حتى بسنته ماكو بيان ولاده. هذا لازم يروح الداره الصحه يدور على بيان، وهم لازم يقعدون يبسطون يدورون على بيان الولاده. وبعدين من يجيبونها، وطبعا بيان الولاده امتى راح يجيبه؟ يعني من 3-9 الجانب الايمن بس فقط دائره الجنسيه تشتغل، فهذا لازم ينتظر على الصبح يوم ثاني، يروح يقعد يبسط بغير دائره يدور على بيان الولاده وينتظر للعصر. هاي شنو؟ شنو هالمتاهه؟ ليش 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 قاعد تحاولون انه تغثون المواطن وتاذوه؟ طبعا بهالاثناء هم الراتب ماشي، بس قايلين لهم الدائره انه بقوا يمكم امانه، من تكملون المعامله ترجعونا. انه شنو الفيلم الهندي هذا اللي مسوينه انتم؟ وين اكو بالعالم منطق يقول انه انا ادور اركض ورا معاملتي وانا بعدين ارجع لكم؟ شنو المنطق انا ما اسميه غريب، اسميه غبي، لانه احنا المفروض انه نسهل على الناس المعاملات مالتهم، مو انا اقعد ادور بين الاوراق. ممكن اي مواطن يتلف اي ورقه، ممكن اي مواطن ياخذ اي ورقه ويسوي لكم ايش يريد يسوي، لانه من قد ما متأذي. زين ممكن اي فار يدخل ويخرب الدنيا، مو لو لا، وبعدين يطلع والله ما عنده، ممكن يطلعونه حتى مو عراقي. فهذا الموضوع يحتاج الى بحث من الجهات المعنيه في الحكومه المحليه في نينوى والحكومه المركزيه. لازم نغير من هذه الاليه العقيمه اللي هي موضوع ان المواطن يروح يبحث ويقعد يدور ايام واشهر في سبيل انه يكمل معامله وحده، ومن يكملها حتى يكره نفسه ويكره انتماء لهذا الوطن. انا اتمنى انه احنا نخلص من هذا الموضوع، وسهل اعتقد مو صعب، مجرد هي بيانات وتدخل على الحاسبات وتدخلون الموظفين بدوره. لكن صار الناس نحكي بالموضوع ليش دورة؟ بالحلول، لكن حتى يعلموا ليش دوره يعني اليوم ماكو موظف ما يقدر انه يستخدم الحاسبه ويستخدم السكانر ويستخدم انه اليه الحاسبه وحفظ الملفات بها؟ يعني الموضوع ما يراد لروح القاضي ولا هالامكانيه ولا هالصرف ولا علم الذره. صح، يعني كل حاسبه الحكومه، يعني عفوا كل دائره الحكومه انه تصرف لها حاسبات. زين. موظفين قاعدين على هذه الحاسبه، كل حاسبه انه بها سكانر زين وبها بقيه الاجزاء المكمله للحاسبه، يعني تجي الورقه او تجي المعامله انه ورقه تنسحب سكانر وتدخل بملف ويسجل رقم الملف، يعني ما يراد لها لا دورات ولا كذا. زين هذا اللي دا يصير عندنا ترى بحكومات الموز ما صايره. صح. ولا يصير زين. طبعا ليش الوضعيه؟ صار لنا سنين واحنا نقول على دوائر الدوله انه تغير النظام من ورقي الى الكتروني، زين شنو اللي صار؟ ليش لحد هذه اللحظه ما تحول؟ مو انتم اولا موفرين حاسبات للدوائر، زين بعد شنو النقص؟ ترى ما يراد لذاك الجهد، حاسبه واحده مركزيه بقيه الحاسبات انه تكون جزئيه للموظفين، وبالتالي انه اي فايل يجي سكانر. زين احنا بلد ميزانيات عملاقه بي، وشوفوا الدول المجاوره مثلا على سبيل المثال المملكه الاردنيه الهاشميه، ما عندهم انه تروح تقدم معامله واوراق بايدك، تريد تقدم اقامه كلها اونلاين، تريد تجدد اقامه اونلاين، تريد انه اصدار جنسيه اونلاين، كله اونلاين. زين هم ميزانيتهم ما تطلع ميزانيه محافظه واحده من المحافظات العراقيه. زين منو الاكثر ثقلا بالمنطقه؟ غير المفروض احنا هيك نحسب، غير المفروض انه احنا نقارن نفسنا ببقيه الدول المتقدمه، كون انه احنا بلد عنده ثروات كبيره وعنده اموال ما شاء الله طائله. زين ليش لو احنا باقين انه احدى او احد مدراء المصارف بسبب اتلاف 43 او 34 مليون انحكم 6 سنوات وهسه رجع كله 5 بس بحيث انه واحد هذا تشجع على السرقه لان ابوك وخمس سنوات وبعدين اسافر بالفلوس، مو صح ولا لا؟ وهذا اللي يصير فساد ونهب وكوارث ما تتسولف عندنا بالعراق. طيب هذا اوكي دائره الجنسيه تمام،
دائرة الجنسية، وممكن الجنسية ما بها ذيش الفواتير اللي يدفعها المواطن للدائرة حتى يكون لها تمويل ذاتي من نفس الدائرة. دوائر الضريبة، الكل من يسمع أن الضريبة يعني أوكي خلاص أن المواطن راح يروح يدفع فلوس للحكومة حتى يصفرون عليه سجل الضرائب. طيب، أحد الدوائر اللي موجودة عندنا بالعراق وبالناصرية وبالتحديد بالشطرة، أخي الناصرية ضيم والله، ضيم والله، قهر والله، مأساة. أنه الناصرية من أهم المحافظات العراقية، زين هيك يصير بها الحال؟ هيك الناس اللي بها متعبين بسبب قرارات وبسبب إهمال الحكومة المحلية وحتى الحكومة المركزية. ما عندنا مواطن في أي محافظة كانت اليوم هو مرتاح، لا بالموصل بالجانب الأيمن ولا الأيسر من يروح يراجع معاملة، عنده معاملة يراجع دائرة يرتاح، ولا أبو الشطرة ولا أبو البصرة من يروح الدائرة أيضا مرتاح. كلهم نفس المعاناة. هسه الورق على الأرض، لازم تقعد تدور شهادة وفاة، أوكي هم اقتنعنا بها، لكن بس شاهدوا لي مقطع الفيديو اللي راح نشاهده من دائرة ضريبة الشطرة. هذه الدائرة اللي يأخذون فلوس، زين مدير ما بيها، ما معقولة مدير ما بيها، ما بيها عمال خدمة، ما أعتقد ما بيها عمال خدمة، ما بيها موظفين، ما أعتقد ما بيها موظفين. طيب ليش هذا وضع الدائرة؟ هسه اللي يشوفه يقول هاي من الحمامات، لا مو من الحمامات، شوفوا الازدحام اللي موجود، شوفوا تواجد أعداد الناس اللي موجودين داخل هذه الغرفة، والغرفة مليانة بالمئة هالسنة. زين ليش؟ كورونا، لا تنسى كورونا رأفت. يعني ترى والله حرامات، والله هذا العراق، هذا العراق العظيم، هذا المفروض انه احنا نعيش افضل من فترة السبعينات والخمسينات اللي كنا عايشينها. يعني ذيك الفترة يمكن كانت افضل فترة بتاريخ العراق، زين خمسينات ستينات سبعينات، كانت الناس عايشة، كان اكو تطور، كان اكو احترام، كان اكو تقدم، كانت كل الناس تنظر لنا بالعين الكبيرة. زين هسه احنا اليوم من قاعدين وده نشرح الوضع المأساوي اللي تمر به احدى دوائر محافظة الناصرية، زين الناس شو راح تنظر لنا؟ شو راح يباوعونا؟ شو راح شو يقولون؟ شو يحسبون العراقي؟ معود اذا هو يراجع دائرة مليانة سيان ومليانة اوساخ، عندنا بالصفوف وبالمدارس انه نجيب النفايات نحرقن حتى ندفى بيها، لاكو شباك، لاكو بردة، لاكو تدفئة، لاكو كذا. هذا العراقي شو وصل؟ يعني معقولة وصلت العراق لهذا الحال؟ ما كفتكم المليارات اللي بكتوها، ما كفتكم الملايين الدولارات اللي بكتوها، ما كفتكم ارواح الناس الابرياء اللي فقدناها بسبب اهمالكم، بسبب تقصيركم، بسبب الفساد اللي موجود ايضا. زين ليش هذه الدائره المفروض تقوم القيامه هسه عليها؟ المفروض هذه الدائره تغلق، المفروض انه يقولها مكان بديل، وهذه الدائره ترجع تهدم من الارض من الاساس وتنبني بناء جديد. ولو من اللي راح ياسسها؟ من اللي راح يهدمها؟ لانه احنا مدينه الطب، احدى المنظمات اللي مهتمه في مجال الصحه قالت ان البكتيريا مالتها نسبه التلوث بها اكثر من 90%. صح. المفروض هذه الارض ما ينبني بعد عليها مستشفى، لكن احنا بعدنا لحد الان نستقبل بها مرضى، والزخم اللي موجود داخل مدينه الطب وبقيه المستشفيات اللي موجوده في هذه المدينه اللي كانت تعد صرح من اهم صروح الصحه اللي موجوده في الوطن العربي، لكن للاسف معاناه كبيره جدا، والخاسر الوحيد هو المواطن العراقي، لأنه كل المسؤولين ما يراجعون لهذه الدوائر، وكل عوائلهم هم عايشين في بلدان أخرى، فبالتالي ما يحتاج يروح لا للجنسية ولا للضريبة حتى يصفر سجل الضريبة اللي الحكومة خصصت هذه المبالغ عليه. خلينا نسمع المعاناة ونشوفها مرة ثانية للفيديو. اليوم بالضريبة ونشوف الوضع ليش هم خايسين. أنا هاي الأستاذ المسؤولين في محافظة الناصرية، السيد المحافظ شخصيا، لأنه ذاك اليوم شفت لك لقاء هم على قناة الشرقية وكنت تتحدث به وتمدح الساسة والقادة اللي جابوك واللي خلوك في مكانك هذا. اللي نتمنى أنه تروح تراجع هذه الدائرة وتشوف شنو الوضع المأساوي اللي يعيشون الموظفين والمراجعين، ونتمنى أنه تنقذ وضع هذه الدائرة من المعاناة حتى الأيام القادمة من يصير لقاء ويجيبون أحد يقولون هذا المحافظ اللي جاب الفلان الفلاني اللي امتدحه سوى شغل ونظف الناصرية وخل الناصرية تكون جميلة. بس كورونا، يعني أنا أرجع وأقول إنه إحنا المفروض
الدوائر الحكومية تراعي هذا الموضوع، يكون هناك التزام أكبر، يعني هي تكون قدوة لبقية المواطنين. بس ما نشوف احنا على الغرفة الواحدة هناك تجمهر كبير من المواطنين أو المراجعين، هذا يدل على أن الدارة أصلا ما معترفة بشيء يعني موجود، يعني معناتها هي مخالفة لخلية الأزمة. المفروض أنها خلية الأزمة تتدخل من شافت هذا المقطع، أو هي ناشرة يعني من البداية من الباب كاتبة، كل دائرة كاتبة مجموعة تعليمات أنه ما يدخلون 2020، يدخلون مجموعة، يعني بالباب الحارس يدخل مجموعة يكملون شغلهم لأنه كورونا إحنا، يعني لازم يلبس كمامة، وإذا ما جايب كمامته أكو شخص بالباب مو يبيع كمامة، مثل ما إحنا نشوف بالدوائر الحكومية ما عنده كمامة من جوا الميز يقول لك بلف حلين تنجبر، لا تتوزع الكمامات ويعقمونه ويدخل، مثل ما جاي يصير بالمولات. ليش بالمول أكو ليش يعني ليش يصير عارضة بس الموضوع بيع الكمامات؟ زين أنا ما أريد يوزعوها مجانا الكمامات، زيان. خلي يجيبون واحد فقير وهم تصير له فرصة عمل، لأنه زيان. كثير ناس محتاجة، بس مو يجيبون قرايب المدير أو واحد من الجماعة اللي موجودين، لا يجيبون واحد من ذول الناس اللي برا اللي تشتغل، يقولوا له روح اشتري لك باكيتين كمامات، وهو الباكيت هسه رجع سعره ما أعرف 5000 أو أقل، زين ويخليه ويبيع بربع. وبالاستعلامات ما راح يترك هذا الموضوع، بالاستعلامات ما يخالف، شاركه بالاستعلامات فدوا روح لكم، راح يحارب بس شويه نريد الدوائر ترتقي باي اي اي شكل كان. يعني للاسف انه احنا دوائر الصحه، وهسه انا متاكد اذا تدخل المستشفيات مدينه الطب او الكندي او غيرها مو الا تلبس كمامه، عادي روح تدخل طبيعي طبعا. وهذا الوضع اللي احنا نشوفه، تجمهر الاسواق في بغداد في كل المحافظات ما حد يلبس كمامات، اهل المولات مسيطرين لانه أهل الموضوع، بالتالي أنه لازم تشتري. يعني لا ترى بالمناسبة الكمامات بالمول بربع، بخلينها بالباب بربع تنباع، زين هسه احنا أوكي هم جينا وياهم عم بيعوها بالدوائر بربع، المواطن خليه ينجبر يشتري كمامة بربع حتى يحافظ على نفسه، وإذا كان مريض يحافظ على الآخرين أكيد. من نقل العدوى. على فكرة المستشفيات المفروض من أول أكو كمامات، لأنه على وهي يعني أكو أجهزة اللي هي الكيس النايلوني اللي يلبس بالأحذية، لأن أنت داخل مستشفى من الممكن أنه أنت جايب وياك مرض وهم عندهم مناعتهم قليلة، ومن الممكن أنت تأخذ مرض، فمن تحافظ على نفسك أنت المفروض من أول قبل كورونا إحنا عندنا كمامات وجفوف ومعقمات. بوهان أو في الصين أو بالدول المتقدمة أن يفكرون. الدول القريبة الدول الفقيرة احنا هالشكل يسوون، بس احنا بالعراق عندنا عادي. هاي بأزمة كورونا احنا عندنا الموضوع كلش طبيعي. اليوم ترى الصحة صرح اليوم قبل شوية قالت ترى احنا يبدو انه راح نرجع للأعداد، تتزايد الأعداد بسبب الإهمال وعدم اتباع الإجراءات الوقائية. الناس رجعت، الأعراس رجعت، الفواتح رجعت بشكل طبيعي، الناس تروح حفلات، بس احنا عندنا المدارس والجامعات مسدودة. انا اقول لكم اياها، التدريس متوقف يوم واحد فقط، هنا يخافون كورونا تتزايد، بس من طالعين يفترون العالم بالشوارع وأعراس وحفلات ومناسبات وما اعرف شنو، كورونا هنا ماكو. ما اعرف انا هذا التناقض بهذا البلد غريب وعجيب، ماكو كورونا بس بالمدارس اكو كورونا، بالكليات والجامعات اكو كورونا، والناس نفسهم من باب يصيحون. اذا هسه حكينا وقلنا مثلا الدوام، وانا ذاك اليوم قلت التعليم الالكتروني فاشل، الامتحانات لازم تصير حضوري، الطلاب اللي هم نفسهم كانوا بالبدايه احنا نريد نداوم بالكليات، احنا نريد دوام، من حكينا منو قال لك فاشل؟ ناجح، وما نفسهم هم هسه يعني احنا متناقضين، هم نفسهم يطلعون للتجمعات هاي الحفلات والاعراس، هم نفسهم طالعين تظاهره على مود يمتحنون الكتروني، احنا شعب ما نعرف شو نريد، ما والله ما عندنا مبدا، يعني هذا يعني هاي كلتنا احنا، هاي مشكله هذا الشعب، هذا التناقض موجود موجود يعني غريب. مشاعر عبد الحسين الحلفي بعد 2003 نشرت له ومضة كانوا يسموها، يقولون نفس الايدين تصفقوا من نصبوا التمثال، ردوا صفقوا من طاح تمثاله، صح. فاحنا عادي هذا البلد متلون، بس انت ما يعني حتى يعني حتى يمكن خلية الأزمة هسه تقول لك والله أنا احتاريت وياكم أمنع التدريس، هسه المدارس ماكو، قالوا لهم يوم واحد شلون الطلاب شلون من قالوا لهم أوكي نرجع وكورونا راح تتزايد، فهي حيرة والله حيرة. يعني إحنا هم أيضا محتارين وياكم، من نحكي بكورونا يا كورونا، من ما حكينا بيها شو ما تحكون بكورونا، نحكي بالتظاهرات تحكون بالتظاهرات، ما حكينا بالشهداء، وهكذا إحنا والله العظيم هم قلبنا ورم،
حالنا حال يعني جاي نمر بهاي الأزمات ماكو، لأنه كل واحد يبكي على ليلاه وكل واحد يعتبر مشكلته هي مشكلة المشاكل وبقية درجة ثانية. طيب نروح نبقى بناصرية لكن نروح إلى موضوع آخر. هالأيام صاير موضوع الاستثمار، بناية ناس قاعدة بيها، يلا استثمار استثمار يجيب فلوس طبعا، والمستثمر دائما هاي الشغلة الناس اللي للأسف من احنا يعني اليوم انا حكيت بموضوع الاستثمار على مواقع التواصل الاجتماعي، اكو ناس لا استثمار وخلي البلد يتزين وخلي طيب ليش ماكو استثمار بالمدارس؟ ليش ماكو استثمار مستشفيات؟ ليش ماكو استثمار بالاشياء اللي تفيد الوطن؟ ليش بالمولات؟ ليش بانه انا اكو ناس قاعده في منازلها اجي انا اشيل المنطقه باكملها على مود استثمار؟ لان هي تابعه لاحزاب لميليشيات لدوله لقرايب المسؤولين، في حين المواطن أي شيء يخدم المواطن ما يسوونه. الناصرية جراج موجود وقاعد يخدم الناس وأصحاب السيارات هم مستفادين من عنده، بيوم وليلة صار استثمار. فيقول لك زين إحنا لو تشوفونا بديل لو تلغون سالفة الاستثمار، ولا إحنا خمنضل يعني هذا قطع رزقنا وتنظيمنا، يعني إحنا منظمين بهذا الجراج اللي هو فاينا صار لسنين، أنتم من دخلتوا استثمار احنا وين؟ انا بتقدر يسوون مول، احنا ما عندنا غير المول. حقيقه هاي لازم انا يعني الناس تفهمها، الناس تعتقد انه ازدهار المدن ببناء المولات، افتهموا انه المول مركز تجاري يستفادون من عنده اصحاب الشان، ترى مو جاي مستثمر لسواد عيوننا، المستثمر هذا ممكن حتى يكون الاسم وهمي وراه خلفه ناس، والمول مركز تجاري عادي طبيعي، يقول لك راح يوفر ايدي عامله، طيب افتح المصانع. المعامل الموجودة عندنا بالعراق توفر أيدي عاملة ومنتوجات إنا، في حين المولات تجي غالية وتشوفون يوم وترك واحد شايل وجاي محل ثاني يفتح لأنه غالي المول، والناس أصلا ما تشتري من المولات تفتر بيه بس فقط، ترى مو مركز للتنزه بس الناس مضطرة لأن ما عندها أماكن للتنزه. وراح نشوف إحنا معاناة أصحاب الجراج وأصحاب السيارات، ونتمنى أن يكون هناك يعني فعلا موقف من الحكومة المحلية، أما تلغي الاستثمار يعني حبكت إلا هذا المكان أو تنقلهم إلى مكان بديل وبالتالي هي تحل المشكلتين. طبعاً إحنا معاناة هذا الجراج الداخلي هاي صار فترة طويلة، وكل الحكومات المحلية ناشدناها من محافظ رئيس المجلس المحافظة مدير البلدية على أنه جراج داخلي. إحنا نختصر الموضوع فقرتين، يعني الفقرة الأولى هو جراج داخلي يعني أسوة باقي المحافظات، جراج يصير بلبة المحافظة ينقل الناس الفقراء اللي ما عندها إمكانية، البنية الطالبة اللي ما عندها إمكانية تصعد بتاكسي تريد لها سيارة، زين أنت دا تريد تنقل الجراج من داخل المحافظة توديه للأحياء، زين شلون اسمه بعد جراج داخلي؟ هذا هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ناشد مدير البلدية كافي منافع شخصية، أترجاك رجاء كافي منافع شخصية، يعني مدير البلدية مدير التخطيط مدير كل الاستثمار من رخصة، احنا نقول لك كافي أترجاكم كافي منافع شخصية، انتخمتوا هيئونا جراج داخلي استثمار، احنا مستعدين نشتريه مستعدين نبنيه، شنو اللي ببالكم؟ شنو اللي اعطونا استثمار يا اخي، اعطينا استثمار حالنا حال المستثمر، يعني تعطي انسان واحد ينتفع وباقي العوائل كلها تتضرر، عوائل كلها عايشه على هاي السيارات، زي اذا شيلونا وين نروح؟ هو هذا الجراج عوائل عايشه 5000 سايق، كل سايق بيع عنده 8 عوائل وستة وخمسة، زين وين نروح اذا نقلونا؟ احنا هنا ايه جاي واحد اللي تاخذه اريد اخذها واحد، زين احنا وين نروح؟ زين هو هذا اللي ياخذها ما فكر بينا احنا، هاي كيله 5000 عائله استاذ بلكي تصور لنا هاي السياره، هاي هسه كل ما تخلصون هاي كيله صوروها جراج، يعني تعبان بقوه اللزق بيت لزق ويدون شيلونا وين نروح؟ مال عاطلين ما عدي. علما ان الملعب النقل الداخلي عايشه بعوائل بال5000 عائله مهجره وما عندها مرعاب ماوى اللي هو تسكن به نقل داخلي للاحياء. محافظه ذي قار معانيه من هذا الموضوع من زمن وفتره بعيده، وناشدنا الجهات المعنيه المختصه بهذا الامر لم تجيده ولم تقوم بالنظر الينا وتهتم بالموضوع. ف
فاحنا نارجين من الجهات المعنيه وبالخصوص نناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل هذه المشكله المستعصيه التي رافقت الحكومات المتعاقبه في ذي قار ولم يجدوا حل هذا الموضوع. فناشده خصيصا مثل ما حس بموقف واعتذر من التلميذ اللي دخل بالمدرسه بان نظره ابويه وهاي نشكرها اليه وقفه اخويه جاده. فمن هذا الموضوع اريده يباري هاي الناس الفقره الطبقه الكادحه. يكفي لك العباس، ملينا وشبعنا ضيف بالعباس، لعبه ارواحتنا وكل احنا كل عائله عنده 11 نفر 12 نفر وتشيلونا منها هالبكال، احنا وين نروح؟ وين نطوج؟ يكفي لك العباس قاعدين بحواسم، بالعباس ابو فاضل، بالعباس ابو فاضل، حتى علاقه ما عندي، زين لا حصل العلاقه وسايق عند العالم، مين يطوي وجوهاتنا؟ وين نروح؟ في لك العباس ما عندنا، في لك الحسين لا رواتب عاطلين عندنا، لا عندنا شيء، كل شيء ما في لك الحسين بعد، بالعباس قاعدين بحواسم، يكفي لك الحسين بالعباس، وهاي شوف صورتنا على القراجات، شوف القراجات ودي شيلونا من عندنا، احنا وين نروح؟ العالم وين تروح؟ العوال وين تروح؟ أنا أحس أنه بعض الحكومات المحلية هي تختلق الأزمات، يعني ها خلينا نشوف هذا يعني هسه هاي الناصرية طولها وعرضها اللي حكتهم على هذا المكان تمام، أنا أريد عجبني المكان، المكان استراتيجي يفيدني في بناء شغلة معينة، مو ما عندنا غيره إحنا تمام، أنطي بديل أقول يا جماعة هذا مكانكم راح أنطيكم فد مكان قريب عليه، هذا يصير هو الجراج وراح أرتبه لكم، تعويض تعويض خلاص حتى. بس ما الآن خلاص شيلوا كيفكم بعد وطقوا راسكم بالحائط، المشكله مشكلتكم، لا هي ما ترهم كل البلدان من يكون عندهم هالشكل، يعني هذا يصير اتفاق يا احنا راح ننقلهم الى هذا المكان او انطيك تعويض واطلع، بس ما الان انه انا احل مشكلتي على حساب مشاكل العالم ورزق العالم، لا هذا حرام اكبر حرام. ان شاء الله يكون هناك تجاوب يجوز من الحكومه المحليه ما تدري، لان اكو هواي شغلات تصير والحكومات ما تدري بيها، اخر من يعلم هي، عسى ولعل انه هسه دروا ويكون هناك حل وانتشال دولي خطية المساكين الكسبة اللي على باب الله وحل مشكلتهم بأقرب فرصة. يعني موضوع الاستثمار غريب عجيب، وهو اللي يجي مستثمر من خارج الدولة أكيد لا مو من خارج الدولة، واللي يجي مستثمر يقدر يستثمر إذا مو فلان بظهره وفلان وياه وسند إله ويعطي فلوس أو يعطي جزء من الفلوس أكيد لا، بس كلهم اللي دا يجون ابن عم فلان وابن الحزب الفلاني وابن خال فلان، وبالتالي موضوعهم جاهز ومكمل، والمكان اللي يحلب عينهم ياخذونه وخلاص، وكانه احنا عايشين، لا مو وكانه، لا بل احنا عايشين في غابه والبقاء للاقوى، هذا اللي دا يصير عندنا بالعراق. نروح لبغداد العاصمه واللي خصصوا لها مبالغ زينه حلوه ولو هي اراد لها اكثر، كون انه هي بغداد منهاره بشكل كامل، لا بنى تحتيه، لا شوارع، لا مدارس، لا مستشفيات، لا واقع جميل، لا متنزهات، وهذا اللي الكل يشاهده في بغداد. جسر البنوك تمام، مو بعيد يعني لا على مانة بغداد ولا بعيد على دوار البلدية ولا بعيد عن أنظار الحكومة المحلية. جسر البنوك سياج ما به، وإحنا لو نجي نحسب كم سيارة باليوم تمر على هذا الجسر، ومو سيارات، كم دراجة نارية، كم أبو تيك توك، كم أبو ستوتة، أبو عربانة، ممكن أن الناس يضطرون أن يعبرون كمشات يعني يصعدون هذا الجسر. طيب ما فكرت الحكومة أنه شلون إذا صار حادث لا سامح الله ممكن أنه هذه السيارة تروح قبل لأنه سياج أو حاجز ماكو؟ طيب الحاجز وينه؟ ممكن أحد يفهمنا؟ أوكي الحاجز قديم وصار له عشرات السنين وبالتالي اتهالك بسبب الحوادث وانتهى، مو المفروض تكون إلى صيانة؟ مو المفروض أنه عندنا وزارة الإعمار والإسكان اللي هي مسؤولة عن الطرق والجسور، مو المفروض أنه عندنا دوائر معنية بهذه المواضيع حتى أنه تتابع مثل هذه القضايا؟ طيب ما فكرتوا؟ زين شو وقت تفكرون؟ جاي انتخابات، مو يلا، مو هم يلا لازم تستعجلون وتبدون أنه تروحون تعلقون صوركم بوستراتكم على الحواجز المخصصة للجسور أو حتى على الطرق العامة؟ يلا استغلوها، مكان ما أنه تروح تحجز مكان من البلدية ويأخذون عليك فلوس ولو تم تعطون فلوس للبلدية، سووا هذا السياج وعلق بيه بوستر وقول أنا سويته، وهم الناس تترحم لك
ويقولون على الأقل إنه عندنا مسؤول سوى فد إنجاز ولو بنسبة 1%. أكيد ما راح تسووها، لا لا ولا حتى تسووها أصلا، ولا تفكرون عادي سيارة انضربت واحد كسر على الثاني ومسيطر على السيارة وانشمر من الجسر، كلش عادي أصلا ما يهمكم، لأنه أرواح دا تروح عندنا وكلهم شباب وبعمر الورد وبالجملة وما اهتميتوا وما شفنا واحد من عندكم انقهر ونزل دمعة. قبل كم يوم دا نشاهد أنه رؤساء الولايات المتحدة كلهم في خطاباتهم أو في تأدية اليمين أو القسم كلهم بتشو، احنا ما عندنا مسؤول عراقي بتشو، ولا شفنا أنه مسؤول عراقي احترق قلبه على واحد من الأوضاع المأساوية اللي يعيشها البلد، لا في صلاح الدين والحادثة اللي صارت الهجوم الإرهابي، ولا في باب الشرج اللي الهجوم الإرهابي، ولا في غيرها من المواضيع. واللي يقتلني أكثر أنه ها كتب سر للغاية، هو سر للغاية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصاروا الكل عرفوا، أكو بلاغات على أساس أنه سيارة خلف مول بغداد ما أعرف خلف مول كذا وسيارة وانتحار بحي الشرطة واحد حي العمل، زي من عندكم استخبارات قوية ما تروحون تلقون عليهم القبض، وإذا عندكم علم بأن هذه السيارات مفخخة ما تروحون وتراقبوهن، مو احنا عندنا منظومة كاميرات في بغداد. هذه السوالف التعبانة اللي تريد تمشوها على الفقرة حتى على بو انه احنا شوفوا اذا نسوي واذا نتابع واذا نسوي وعندنا انجازات، هاي بطلوها، احنا نريد الانجازات تكون ملموسة على ارض الواقع، احنا اكو موازنة انقرت، هذه الموازنة نريد نشوفها موجودة على ارض الواقع. اليوم على كل مواطن عراقي غيور وشريف زين يبقى يتابع هذه الملفات، يبقى يحاسب ويبقى يصور وينشر مو على القنوات حتى على المواقع الخاصة بكم أنتم كمواطنين، شوفوا وضعيتنا إلى متى نبقى بهذه الوضعية. احنا طلعنا بثورة، وهذه الثورة لو مستمرت كان احنا صرنا من أرقى الشعوب بالعالم، من أرقى الحكومات بالعالم، لكن للأسف أنه عارضناهم وصرنا بضد من الشباب اللي انتفضوا، وبدينا نقول عليهم جوكرية، وبدينا نقول عليهم مسيسين، وبدينا نقول عليهم يخدمون أجندة، ويجيهم تمويل من إسرائيل، ويجيهم تمويل من كذا، ويجيهم تمويل من كذا، ولفقنا عليهم تهم، وبالتالي أنه نهينا هذه التظاهرة اللي كانت هي من المفترض تنقذ 40 مليون نسمة بالعراق. هذا الواقع علينا أنه نغيره، لأنه إذا نبقى ننتظر هذه الحكومات الموجودة واللي راح تجي ما راح تغير، لكن احنا كمواطنين خلونا نتوحد، خلونا نتكاتف ونروح ونعلي صوتنا حتى ناخذ حقوقنا ونخليها على ارض الواقع. ما اعرف يعني ولا مسؤول مار منا وشايف الجسر، لو عنده عادي يعني المنظر عادي، المهم حتى ذا يشوف راح يغلس طبعا، لان يقول لك هاي مو من صلاحيتي. ايوه واغلبهم سياراتهم مضلله ملتهي تليفونه ملتهي سوالف، ما راح ينتبه طبعا ملتهي انه شلون يكمل صفقاته. طبعا كما نقول شعلي، احنا نشكر المواطن اللي يعني انتبه على مثل هكذا موضوع وارسل المقطع او نشره، احنا نتمنى ان يكون هناك تعاون كبير، ضغط كبير، حتى يكون هناك على الاقل شويه ما عندهم احساس نحسسهم بالمسؤوليه. طيب بقيه المواضيع نكملها باشر، هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر وواعي شعبا وحكومه، في امان الله. اذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.